السلام عليكم ورحمة الله، معكم رئيس جمعية أطلنطيك لتجار السمك الصناعي بمدينة أسافي. احنا دابا المشكل اللي عندنا هنا هو مشكل ديال الكابي. احنا الكابي كنا فرحانين وطلبنا عليه باش نحلوه ونخدموه في نزاهة وتكون المزايدة شريفة. دابا مدة ديال شهرين طحنا في شي مواقف خايبة من بعض البلطجية اللي كيجو كيساومونا، كيقول لك بغى يبتزونا وكيحبسونا، ما نخلوناش نبيعو ونشرو وسط الكابي. المشكل اللي كاين هو قال لك تعطونا الموقع، تعطونا الإتاوة عادي يمكن لكم تدخلوا ما نزيدوش عليكم. حنا ضد هذا المشكل، حنا باغيين نشرو وسط الكابي. دابا لقينا مشكل ديال الكابي، لقينا فيه الإهانة والمعيار والشتم والسد والسب والقذف يوميا كنتعرضوا لهذا الشيء. مشينا سيدي لعند السيد المسؤول على الكابي المدير الجهوي، كنا عندو اليوم ناقشنا معاه الفكره، قال لي انا ما يمكنش ليا ندير، قال لك سيروا عند السلطات. قلنا له ولكن انت شكون اللي كينوب على الكابي؟ شكون اللي كينوب على الكابي؟ هو السيد المدير، هو المسؤول الاول. مشينا طرحنا عليه المشكل وعطيناه بعض التوضيحات وعطيناه، عندنا الحجة والدليل بأن راه كاين السبان والمعيار وسمعوا بودنيه، وفي الأخر قال لك أنا سيروا عند السلطات ديروا شكاية. وهذا السيد هذا هو المسؤول الأول، خاصو ياخذ الإجراءات بعد القانونية والإدارية في حق هادو اللي كيمارسوا علينا هذا الشيء. عاد من بعد حنا هذاك الشيء ديال القانون راه حنا عارفين غنديروا الشكاية ديالنا وغنتابعوه، هذيك مسألة خاصة. ولكن هذا السيد مني قلنا ليه هذا المشكل ما فتح معنا حتى شي حاجه. قال لك انا الا كان الموظف هو اللي تهان نحمي الموظف ديالي، وحنا كبياع وشرايا ما تسوقناش، ما بغاش. قال لك انا تعيطوا للسلطات. قلت له ما يمكنش لينا ندخلوا حنا السلطات وسط، ما عندهاش حق تدخل وسط مركز الفرز ودير لنا، وهي اللي غادي تسير لنا عمليه البيع والشراء. قلت لي انت اللي عندك الحق تسير هادشي. هاد السيد كنعيطوا ليه ما كيجاوبناش، ما كيحضرش المسؤول الكبير، وما كيسيفطني المسؤول اللي تحت منه، حتى واحد ما كيبغي يحضر معنا، كيخلينا كنتخبطوا في المشاكل وحنا راه عيينا من هادشي. كنطالبوا من السلطات تشوف لينا حل مع هاد السيد المدير، يشوف اش يدير معنا. بسم الله، السلام عليكم. عبد الهادي مساعد، جمعيه اطلنطيك لتجار السمك مدينه اسافي. كان عندنا واحد الموضوع اليوم طرقنا ليه مع السي المساوي مدير الجهوي لمدينه اسفي. دخلنا عدو على اساس الفوضى اللي وقع لنا في الكابي، والفوضى كانت وقع من قبل، وقفوا الباركوات والتجار وقفوا الطراريين على قبل باش يتحل هذا المشكل. هذا المشكل ما تحلش، عاد باش عاود تواص هذا المشكل. المشكل ديال الكابي عاد في مزاد، زاد في المشاكل ديالو، زاد كاين السبان، كاين الشتم، كاين القذف وصل الكابي، ولا ما كاين لا نهي لا منتهي على هادشي. ما كاينش. ملي دخلنا عند المسؤول المدير الجهوي اليوم باش يلقى لينا شي حل، قال لك انا ما بيدي حتى شي حل، الامن هو اللي خاصو ياخذ اجراءات في هادشي. حنا مادام هو مدير مسؤول على الكابي، خاصو هو اللي يلقى لينا حل، هو الاول اللي يلقى لينا الحل، عاد باش نتجهوا للسلطات. نتجهوا للسلطات من بعد محسوبين على التجار، هما اللي دايرين فوضى في الكابي، لا هما لا علاقة لهم بتجار، دايرين الفوضى والمشاكل وواقفين أمام كابي اللي جاي الكابي باغي يدوز السمك ديالو في المزاد العلني، كيسمع الإهانة، كيسمع السب، كيسمع القذف، وهادشي ما عشناش فيه، هادشي اللي ولينا عايشين فيه، ولينا عايشين خارج إطار لا ماشي شي إطار عايشين، وحنا عايشين خارج هاد النزاهه ديال المزاد العلني، خارجين عن النطاق ديالها بصفه عامه. ماشي هادشي ما كيليقش بالتجار. هاد الموضوع اللي وقع موضوع كبير، والسيد المدير ما تطرق لحتى شي حاجه وما خد حتى شي اجراءات، واخا دخلنا عدو دلينا ليه بالفيديوهات، دلينا ليه بالمشاكل اللي وقع في الكابي، ما خد حتى شي اجراءات من هادشي. كيقول لك الشكايه ديالكم سيروا ديروها، ومني الشكايه ديالنا بغينا نمشيو نديروا واحد الامن، هاد الكابي علاش محلول؟ خاصو يتسد. ودخلنا وقع مشكل من قبل هادشي، مني وقفوا الباركوات، وقفوا واحد كان الجوغ على حساب هاد المشكل، الوقوف الاضطراري باش يتنظم الكابي، وكان مع الكابي تسد في الوقت ديال الجائحه.
مني تحل الكابي وسهرنا عليه باش يتحلوا كل شيء، وقعت المشاكل اكثر من هذا الشيء اللي توقعنا حنا دابا. هذا الشيء اللي عايشينه حنا، عايشينه فوضى صافي. وكنحملوا المسؤوليه لمدير المكتب الوطني للصيد، كنحملوا المسؤوليه بصفه عامه في هذا الشيء اللي وقع في الكابي، كنحملوا المسؤوليه. خاصو يسهر معنا على هذا الشيء اللي وقع في الكابي، وما كي ما كي ما كيفيدناش ملي كنشكيو عليه بالمواضيع اللي كنطرقوا ليها ولا شي حاجه، ما كيفيدناش بشي حاجه ولا كيخرج لينا بشي خلاصه كنستافدوا منها ولا شي حاجه. كيقول لك راه غدا ما يبقاش هذا الشيء، ولا غدا ما يبقاش يبقى هذا الشيء. هذا الشيء حنا عايشينه يوميا في المشاكل وفي الاكراهات وفي الشتم والسب والقذف، يوميا عايشينه امام الكابي. وكنطلب من جميع المسؤولين ينظروا لهذا الجانب، الله يرحم الوالدين. كنوصلوا هذه الرساله ديالنا للسيد العامل ولي الامن، كنوصلوا كلهم هاد الناس يكون تدخل عاجل في هذا الباب، الله يرحم الوالدين. كنوصلوا لهم المسؤوليه باش يكونوا يتاخذوا شي اجراءات. والسيد العامل كان واعد الناس الرياس ارباب المراكب، وعدهم بان لا وقع بحال الفتنه اللي واقعة دابا، وهاد السب وهاد الشتم وهاد القذف اللي كاين في الكابي دابا. وعدهم بان يكتب بان المدير الجهوي ما كيقدرش يتحمل المسؤوليه ديالو، ما كيقدرش يسير، خاص الكابي يتسد. وراه هي هادي اللي وصلنا عليها دابا، ما كاينش شي نتيجه من النهار اللي تحل الكابي، وهي كاينه فيه الفوضى، المشاكل، الموظفين في الكابي كيتسبوا كيتشتموا. هادشي ما كاينش في شي، ما كاينش في شي مرسى ديال اسوي خدات واحد النقطة سوداء بهذ العبارات، خدات نقطة سوداء. أي بارك وقلت لي آسفي، كيقول لك آسفي ما شاء الله، راه ماشي ديال العمل. وحنا بغينا البلاد تزيد قدام، وبغينا الحمد لله كاين اللي جايب باركو ديالو باش كيستثمر وتكون عنده واحد النزاهة في التجارة ديالو. حنا مابقاش عندنا النزاهة، ولينا كنهبطوا للمرسى وحنا خايفين على الأرواح ديالنا. ولينا هابطين المرسى وكتسمع السبان والشتم والقذف، خايف على راسك شي نهار غادي تبقى لك شي حاجه من هذا الجانب هذا. وكنشكروا جميع السلطات اللي تدخلوا في هذا الموضوع، الله يرحم الوالدين، كنشكرهم بزاف. يوقفوا معنا ويديروا لنا شي حل في هذا الكابي، لان المدير مغلوب على الامر ديالو، وما كاينش شي حاجه اللي طرحنا عليه وحل معنا فيها المشكل. كاين شي حاجه طرحنا عليه وتحل فيها المشكل، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد. السيد المساوي خاصو يلقى لينا شي حل في اقرب وقت، وكنحملوا المسؤوليه على هادشي اللي وقع، كنحملوا المسؤوليه ديالو كل هادشي اللي وقع في الكابي، المسؤوليه كلها للسيد المدير الجهوي لمكتب فرز السماء. باش توصلوا بجديد صافي ناو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.